إحدى الطامات الكبرى الموجودة الآن والعداء الموجود للإسلام بسبب عدم وصول الصورة الحقيقية والواقعية للفكر الإسلامي للمجتمعات الغربية. هذا طامة كبرى، فلذلك هم يتعاملون مع هذه الصورة السوداوية التي تصلهم، مضافة إلى الطاغوت الذي مستحكم لديهم، لأن باعتبار كما هنالك فطرة إنسانية سليمة، بالمقابل أيضا توجد يعني من يوجد من يريد أن هكذا يخرب هذه الفطرة. تجد الظالم في كل مكان، وخصوصا عندما يتسلم يعني دست الحكم، يعمل هو جاهدا على حد وصول الحقيقة لمجتمعاته. لذلك تبقى في هذه المجتمعات تبقى في سوء مغلق، يعني بالخروج المبارك للإمام سلام الله عليه يكسر هذا، يهدم هذا السوء من أجل أن يوصل لهم حقيقة الإسلام. نعم يا رب.